من هو أول نبي في الإسلام؟ النبي آدم عليه السلام. كم عدد الأنبياء في الإسلام؟ عددهم ما بين 124 ألفاً إلى 224 ألفاً حسب التفسيرات. ما هي أول رسالة نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الآية الأولى من سورة العلق. من هو النبي الذي بنى الكعبة المشرفة؟ النبي إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. ما هو اسم النبي الذي بنى الفلك؟ النبي نوح عليه السلام. من هو النبي الذي كان يلقب بخاتم الأنبياء؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هو النبي الذي أرسل إلى قوم مدين؟ النبي شعيب عليه السلام. من هو النبي الذي ألقي في النار ولم يحترق؟ النبي إبراهيم عليه السلام. ما هو اسم الصحابي الذي كان يعرف بالصديق؟ الصحابي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من هو النبي الذي تم تكليمه وهو في المهد؟ النبي عيسى عليه السلام. من هو النبي الذي ورد ذكره في القرآن بأكثر من 25 مرة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم.